الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله في الفيديو ده هنكمل اخر حاجة في شابتر 1، الداتا فورمات. طبعا الداتا لازم اكون انا عارف الفورمات بتاعها ايه، سواء يعني لو نفس الداتا دي ممكن هتبقى بالاسكي حاجة وبي سي دي حاجة تانية خالص، فانا اللي محطوط في الرامات ده مجرد 8 بت انا ما اعرفش عنهم حاجة. المفروض اكون يعني المفروض اكون عارف دول ايه لما اجي اقراهم عشان هتعامل معاهم على الاساس اللي هم ايه. اول حاجة الاسكي دي بياخد اي كاركتر او اي حرف اي حاجة بنكتبها بيسجلها في 7 بت، كل كاركتر كل حاجة ليها ايه البت المناظرة بتاعتها. ال7 بت دول بيتسجلوا في مكان من الميموري، ساعات يعني بما ان الميموري 8 بت ففي ساعات بيستغلوا البت التامنة دي مرة يعملوها الباريتي، وممكن برضو تبقى زيرو لو الكاركتر ده كان الفا نيوميريك وان لو الكاركتر ده ايه جرافيكس. البي سي دي ده رقم مكون من 4 بت من 0 لحد 9. طب ال4 بت دول الميموري عندي بتبقى 8 بت، فممكن اسجل 2 بي سي دي في ميموري لوكيشن واحد، ممكن اسجل الواحد لوحده واملى الباقيين ايه بصفار براحتي يعني. البايت بقى ده هيبقى ده 8 بت، 8 بت دول ممكن يبقوا unsigned او signed. unsigned يعني ايه؟ يعني الرقم من 0 ل 255. طب signed يبقى الرقم من negative 128 لحد 127. طبعا لو الرقم ده بزيرو يبقى الرقم بوزيتيف، ولو ده وان يبقى الرقم ايه نيجاتيف. وعندي 7 بت اللي هما من 128 من نيجاتيف 128 لحد ايه ال 127. طيب تكملت بقى البايت، لو انا عندي الفاليو ديت بالهيكسا ديسيمال 8 1، 8 اللي هي 1 3 0، الواحد ده 3 0 1، يعني انا عندي 1 6 0 في الاخر ايه 1. لو انا عايز اشوفها، لو انا شفتها انا قريت الداتا ديت دلوقتي، لو انا هتعامل معاها على ان هي unsigned هتبقى رقم 129 ايه بالديسيمال، لو انا شفتها signed هتطلع بنيجاتيف 127. طبعا الداتا لما بتتسجل في الميموري وهي كانت signed بتتسجل في صيغة التوس كومبلمنت. الوورد يعني 16 بت، لو هي unsigned هتبقى 16 بت بقى على رقم اللي هو 64 كيلو، يعني او 64 كيلو بايت اللي هو 4 اف، 64 كيلو يعني مش كيلو بايت. لو signed هيبقى هنا الاشارة سواء 1 او 0، 1 سالب 0 موجب، والباقيين يبقى من 32000 32000 وشوية كده لحد ايه نيجاتيف 32000 برضو وشوية، مش فاكر كان كام بالظبط. الوورد لو انت عايز تسجل الوورد في الميموري هتاخد 2 بايتس. طب التو بايتس دول عشان المفروض ده قاعدة كده أساسية، اللي هما موجودين على الناحية اليمين بيتسجلوا في العنوان ايه الأقل، الموجودين على الناحية الشمال في العنوان ايه الأعلى. فلو مثلا هسجل حاجة أكبر من كده يبقى اللوست في اللوست والهايست في الايه في الهايست. طب الوورد دي اللي هي 32 بت، دلوقتي انا عندي رقم اهو 1 2 3 4 لحد 8، ال7 8 تبقى هي في العنوان ايه القليل، يعني باخد اللي هو الارقام اللي على اليمين هي الاول تتسجل. طب الدبل وورد هو بيقول لي سجل العنوان ده، طبعا العنوان بقى جوه البروسيسور مش بيتحط 5 بت، لا العنوان جوه البروسيسور بيتاخد من 2 ريجستر زي ما قلنا قبل كده. فهو بيقول لي الداتا سيجمنت بكذا والاوفست بكذا، فانا هعمل ايه دلوقتي؟ انا ما اقدرش اسجل 20 بت في الرامات، هسجلهم ازاي؟ هقسمهم 8 8 والباقي كام متبقي 4، فمش هقدر اقسمهم لان ما عنديش انا الامكانيه ان انا اقسمهم لان مفيش ريجسترات هتعمل لي كده. طب هعمل ايه بقى؟ فهضطر اسجل اللي موجود في الداتا سيجمنت اللي هو البيز واسجل الاوفست لوحده، بحيث لما اجي استدعيهم اودي ده في الداتا سيجمنت واودي ده في الاوفست، الاوفست ريجستر ايا كان ايه هو بقى، وعن طريق دول الباس انترفيس يونت بتحسب لي العنوان ايه اللي انا عاوزه. فانا بسجل اللي في الريجسترز ديت، هسجل اول ادي ال 1 0 اهي ده اللي على الشمال، اللي على اليمين اهو 5 6 3 2 3 كده 0 0 وال 1 0 الايه الريل نمبر، بس الريل نمبر دي اللي هي ايه رقم وفي كسر.
فالرقم 12 هعمله، هحوله باينري، هيطلع لي 1100. هنا العلامة العشرية تعتبر موجودة هنا، هحركها 3 ديجيت، فيبقى ده 1 1 من 10، بس اضرب في 2 أس 3. ففي حاجة اسمها المانتسة والإكسبوننت. المانتسة اللي هي الرقم، المفروض ان انا بحول الرقم للصيغة ديت، 1 بوينت وشوية ارقام في 2 أس شوية ارقام. الارقام اللي هنا ديت هسجلها في ايه، في المانتسة، والارقام اللي هي هنا هسجلها في الاكسبوننت. فدلوقتي هو بيتكون هنا، لو كان 4 بايت، لو كان 8 بايت بيتكون بالمنظر ده. نتكلم عن الاربعة بايت، اول بايت هي اول بيت هنا الاشارة كده، عندي 8 بيت. دول يبقوا ايه؟ دول هيبقوا الاكسبوننت بتاعي، هحط فيهم رقم بيعبر عن ايه، الاتنين اس كام. وهنا انا الرقم حطيته في الصورة، 1 بوينت شوية ارقام، هاخد شوية الارقام دي كلها اكتبها هنا. يلا بكتبها طبعا منين، من الشمال لليمين، لو هو 1 هكتب 1 واملى الباقيين ايه، اصفار، يعني الزيادة من الاصفار. لو 8 بت هي هي، بس الفرق ان الحاجات بقت اعرض شوية، فاقدر ايه اخد كسور اكتر. ده هنا مثال، مثلا ادي رقم 12 هيبقى 1100، هحرك العلامة 3 علامات، هيبقى 1.1 في 2 أس 3. طبعا ده بقى هنا الايه، النمبر كله بالفلوتنج بوينت. ادي 0 عشان هو موجب، والاكسبوننت اهو، وايه، والمانتس. نيجي مثلا لرقم سالب، اللي هو سالب 12، هاخد ال 12 عادي اللي هي 1100، بس هي سالب 1، يعني ده بس في اشارة سالب، هيبقى ده بواحد، والباقيين اهم زي ايه، ماما، وهكذا بقى في الباقيين. بس كده شابتر 1 ايه خلص.